مرحبا بجميع متابعينا الكرام. كما عودناكم كل اسبوع لنا تغطيه في سوق العاند بمنحه اقدم اليوم الجمعه 20/6/1444. يبدا التفاوض على البيع الساعه 2 ويبدا الحراج الساعه 3 الظهر. ما شاء الله تبارك الله من عروض اليوم في سوق العاند بمنحه اقدم. هذه معزه متابعه، هذه متاومه، هذه معها ثلاثه، وهذا بهم. هلا بن عابد، شلونك؟ طيب، كيف الحال؟ طيب، شلونك؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا بهم تربية. ما شاء الله تبارك الله، الطليان هذه انباعت بألف وثلاثين. هذه طليان انباعت 810. 30 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
هذه طليان 10 فيها 3 ارخال انباعت ب 1060. هذه سيمت. سيمت وكم؟ 700 تمام. هذه ارخال كلها انباعت ب 960. هذه انباعت بكم؟ هذه 920 فيها 3 طليان. العنزة هذه اللي معها 3 انباعت ب 2150. ها؟ والله ما ادري عند من. انباعت راحت. 2150. اليوم السوق غالي وفرصة للجلاب اللي عنده حلال طيب. طليان ولا رخال يجلبها للسوق هذا، السوق هذا بالذات طيب. هاك يا عمي طليان هذه انباعت ب 1060. عشرة ما بردت، 10 مربعين سيبته قبل السوق الله يبارك يا رجال. 10 ما بردت يا رجال، ابكره والله ما ترد. رح بس سجلها 1190 1190 1190 1190. عندك زوج مره يا رب. 840 840. انا مشهور. 840 840 840 840. 30 30 40 50 60 70 80 80 90 90. 1000 ريال 990. 1000 ريال 1000 ريال على 1000 ريال على 1000 ريال على 1000 ريال. 840 مره رعي وي. الله يبارك لك. 840 مره الله يبارك لك يا حمد. هذا مره رعي سجل يا 970. كم في رخم؟ 3 ثلاث رخام باع 970. يا وش رئيس هذا مشهور؟
سجع على مشهور يا ولد 700 راح الله يبارك لك سجع على مشهور 700 سجل ألف صافي ألف وعشرة 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 مرة 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 الله يبارك سجل يا عمي عندكم زود مرة راح الله يبارك راح يا ولد 950 أحد عنده زود مرة مرة الله يبارك يا ولد عد الصافي روح عد يا حمد حمد شريت صافي كم حد الصافي بس قبل ولد حايل العنقل حايل